وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء. بعد التحية سيادة المستشار، بالتأكيد أن هناك الكثير من النقاط التي لابد أن نتوقف عندها. بداية، طالما أن سيكون هناك إفراج فوري عن الكثير من البضائع في الموانئ، إذن من المتوقع أن يكون تأثير ذلك على الأسواق في أي فترة زمنية تقريبا؟ مساء الخير يا فندم. في الحقيقة توافر السلع في الأسواق يعني وبداية تدفقها من خلال الإفراج الجمركي سوف يسهم خلال الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله على زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأسواق، وأيضا توفير مستلزمات الإنتاج سوف يسهم في زيادة إنتاج المصانع من السلع الأساسية، وهذا الأمر بطبيعة الحال إن شاء الله خلال الأيام المقبلة سوف يسهم بجانب الإجراءات الأخرى التي تتخذها الدولة لضبط أسعار السلع الأساسية في انخفاض الأسعار وزيادة المعروض منها. نعم، أيضا في هذا الخبر جاء أنه يتم الاهتمام بشكل كبير بثلاث مجالات: الصناعة، الزراعة، الاتصالات. دعنا نتحدث عن أهمية هذه المجالات بالنسبة للاقتصاد بشكل عام. كما تعلمين حضرتك، دولة رئيس الوزراء أكد من قبل على أن الدولة لديها رؤية في التحرك لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال ثلاثة محاور: السياسة المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية. فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، بطبيعة الحال هناك قطاعات رئيسية في الاقتصاد على رأسها الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، وكافة تلك القطاعات في الدولة تعمل من خلال الإصلاحات الهيكلية على دعم دور القطاع الخاص وزيادة استثماراته إلى نسبة 65% من إجمالي استثمارات الدولة، وبالتالي فإن هذه القطاعات وما توفره من فرص عمل وزيادة الاستثمارات فيها هي دون شك تسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد وزيادة مستوى الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين. نعم، وخاصة أنه أيضا من ضمن أولويات السلع التي سيتم الإفراج عنها بشكل فوري أعلاف مستلزمات إنتاج، وهذا أيضا يصب في المجال الزراعي والصناعي. طيب، سؤال آخر سيادة المستشار، ونحن نتحدث عن أولويات السلع، السلع الغذائية، الأدوية، الأعلاف، مستلزمات الإنتاج، هل من المتوقع أن يكون هناك سلع أخرى أو أنواع أخرى من السلع تدخل ضمن الإفراجات الفورية في القريب؟ بطبيعة الحال كلما زادت الموارد النقدية للدولة كلما استطاعت الإفراج عن المزيد من السلع، ولكن خلال المرحلة الحالية وكما تعلمين حضرتك في ظل الأوضاع الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، كافة الدول في حقيقة الأمر وليست مصر فقط تتبع سياسات إنفاق رشيدة وتقوم بعملية ترشيد الإنفاق في من كافة جوانبه من أجل التجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة على المستوى الدولي، وبالتالي الدولة حريصة بالرغم من توفر الموارد الدولارية لاستثمار تلك الموارد بصورة حكيمة تعكس أولويات الدولة من ناحية، وبطبيعة الحال في حالة زيادة تلك الموارد مستقبلا يمكن النظر في الإفراج عن المزيد من السلع، ولكن المرحلة الحالية تتطلب إعطاء أولوية للسلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين، والترتيب يتم على حسب الأهمية. يعني هناك بعض السلع الترفيهية إلى حد ما هذه تجيء في آخر الترتيب. بطبيعة الحال السلع الأساسية هي التي تحظى بالأولوية، ولكن خليني أحضرتك أقول برضو أنه من خلال توطين الصناعة ودعم الصناعة المصرية فإن الكثير من السلع كما وصفتيها حضرتك سواء ترفيهية أو غير ترفيهية التي بالضرورة سوف تتمكن المصانع والشركات المصرية من توفيرها، هذا الأمر سوف يغني المستهلك المصري عن استيرادها من الخارج، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية الدولة لترشيد فاتورة الاستيراد، وبالتالي يعني الأولوية نعم في المرحلة الحالية للسلع التي تمثل أولوية للاقتصاد المصري والمواطن المصري، وبجانب أيضا الدولة تعمل على توفير السلع الأخرى من خلال التصنيع المحلي وتعميق الصناعة المحلية.